السجال الذي حصل بين كل من رئيس مجلس نواب نبيه بري ونائب بولا يعقوبيان الى جانب النائب بولا. يعطيك العافيه. بالبدايه النهار بلش وبعد ما خلص خليني اقول، خلينا بالاول هيك قبل ما نوصل على خليني اقول اللغط او السجال اللي صار خلال هذه الجلسه، بدي امرق بجوله كثير سريعه. اليوم صار مرق اسماء التغييرين او المستقلين بلجنتين من دون ما نعرف بعد اللجان الجديده هلا اذا صاروا هن من ضمنها. هل كنتم متوقعين اعداد اكبر، مشاركه اكبر، ولكن ولا يكفيكم هلا وجود شخص او شخصين بكل لجنه؟ هو نحن كنا يعني بدنا نكون موجودين باللجان لنعرف اكيد شو عم بيصير، ليكون عندنا جدول اعمال. اشرت الى السجال، بس بدي اقول هون انه للاسف اني ما كنت موجوده داخل الجلسه لما حكى الرئيس بري عني وعن عائلتي وكل ذلك. انا بتمنى انه نلتزم بحدود يعني لياقة ونحترم هذا المجلس. يعني أنا ما بحكي إلا فعلا بالنظام الداخلي وبالقانون. اللي صار اليوم ريف أني أنا طلبت من الرئيس بري، وهو عنده كل الحق كرئيس مجلس وعندي كمان كل الحق، أن أطالب خلال هذه الجلسة بالتحديد بأنه بعد الانتهاء من جلسة انتخاب، وأنا قلت أنه هذه جلسة انتخاب، أن يكون هناك جلسة تشريعية لموضوع طارئ لا يحتمل التأجيل، وقلت ذلك وهو متعلق بالخط 29. يبدو أنه ما حدا بده فعلا أنه يحكي عن هذا الموضوع داخل البرلمان، يبدو أنه في شيء ما في صفقة ما مخبينا، مشان هيك هيدي ردة الفعل العصبية بهذا الشكل واللي راح جواب بكل الاتجاهات ما ردينا على المضبوط. بس بالنسبة أنا بهمني المشاهدين يعرفوا كتير منيح المادة 109 من النظام الداخلي هي التي تتيح اللي أنا طلبته، ألا وهو أن يكون هنالك جلسة تشريعية بعد جلسة الانتخاب تماما مثل ما كنا نعمل مرات سابقة كتير، ومثل ما كان الرئيس بري يعمل. يعني كان يكون عادة في شيء قانون دي مرقوه مباشرة، يفتح جلسة تشريعية ويمرقوا القوانين المعجل المكرر اللي هي بتكون موضوعة بأي جلسة ببدايتها بشكل يعني تلقائي. فأنا مقدمة قانون معجل مكرر، واستاذ حسن مراد قدم قانون معجل مكرر، قانوني بيتلاقى مع قانون استاذ حسن مراد، بيكملوا ببعض المطارح، قدمته بماده واحده مش بمادتين. فكنت عم بطلب من الرئيس بري اذا فعلا نحن بدنا نحمي ثروتنا النفطيه، هذا البرلمان يستطيع ذلك وبشكل سهل جدا بمجرد التصويت، مثل ما كلهم بيطلعوا بيحكوا على المنابر، يروحوا يصوتوا على هذا القانون ويصبح هذا القانون نافذا بعد نشره، وبالتالي ما بيعود في حاجه لكي نذهب الى الطريق الاخرى اللي حاولنا لفتره طويله انها تكون يعني هي الطريق المثلى لتعديل المرسوم. هذا المرسوم التطبيقي هو مرسوم تطبيقي طبقا لقانون، رحنا نحن هون عم نطالب بتعديل هذا القانون، هذا مطلب اضعف الايمان انه نايب يقوم فيه، ما بدها هذه رده الفعل ولا هذه الطريقه. وبعتقد اي قانون اليوم ممكن يكون عنده حيره باللي صار هو ما سمع انا اللي قلته باول الجلسه، قلت نحن الان بجلسه انتخاب. أتمنى على الرئيس على الرئاسة أن تقوم بفتح جلسة تشريعية لموضوع محدد لا يحتمل التأجيل، وهو موضوع له علاقة بسيادتنا على هذه المنطقة، على القليل تصير منطقة متنازع عليها. بمجرد تصير منطقة متنازع عليها أنت اليوم إسرائيل لا تستطيع أن تستمر بالاستخراج، نحن يا ريت مش لنا بالتنقيب نحن بالاستخراج. فيبدو أنه ما بدهم يحموا هذه المنطقة، وهلا عم شوفوا كيف التخريجي. فأنا بس بدي أرجع كل الإهانات وكل هذا الأسلوب اترفع عن الرد عليه، بس بموضوع القانون والنظام الداخلي بعرف كثير منيح شو عم بقول، بعرف كثير منيح شو طلبت، وبتمنى انه يكون الرد موضوعي من قبل القانونيين وينتبهوا لكل هذه التفاصيل. بس سؤال سريع بولا، الساعه 6 تستأنف هذه الجلسات، هل انتم بتوجه للذهاب الى توافق ولا حنفوت بعمليه انتخاب من اول وجديد؟ اليوم اتخذنا اكثر من 7 لجان او بالاحرى توافقنا بين انتخاب وتوافق. سيدتي نحن اللي بدنا اياه انه نقدر نكون عم نعمل شغلنا، اكثر من هيك ما بدنا شيء، اكثر من انه نقدر نعمل شغلنا الحد الادنى المطلوب ما بدنا. لا بدنا نفوت سجل مع حدا ولا بدنا نفوت بمشاكل، فايتين نشتغل ما فايتين نعمل مشاكل، هيدا كل شيء بدنا اياه، بس لما يكونوا عاملين صفقات نحن شو 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 ما عرفنا، بعدين نحن سنقف بوجه هذه الصفقات، فما عليه. بتمنى ردات الفعل تكون ردات ضمن اللياقه وضمن الاحترام، شكرا.